السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا جينا عندك التقم للسبيتش هنا في هذا السوق، بغينا نعرفوا غير الاثمنه ديال السلعه مع قربات ديال رمضان دابا، واش كاين شي غلاء ولا السلعه بقات هي ولا؟ الحمد لله السلعه مسقاره هذه الساعه، الحمص راه رجع شويه، كان شويه طالع الثمن رجع. الحمص شحال باقي ديال الثمن دابا؟ كاينه 260 و 280 وكاينه في الجوده. في الجوده الجوده دايره 400 ريال الجوده. 400 ريال. 400 ريال. وبالنسبه لهادشي اللي القطنيات اللي كيطلبوا الناس بحال اللوبيا العداس هذا؟ اللوبيا دايره 280 260. العدس ديال 320، العدس اللي شويه طالع ديال البلاد هو اللي داير 320 ريال. اما الحمص داكشي على حسب شحال فيه ديال الانواع. هوايا انواع، فيه اربعه الانواع، كاين رقيق كاين الميان كاين كذا. المهم اللي بغى شي حاجه كلشي راه على حسب المنتنى. واش بالنسبه لهذا السوق هذا اللي هو ديال التيطم الليل، واش عندكم انتم السلعه رخيصه؟ الحوانت ما نقدرش نعطيك الاخبار ديالهم، ولكن السوق حنا كنتسوقوا الاسواق اسبوعيا، كنمشيو للمديونه، كنمشيو كيكون شويه السوق راه طالع مهود على الحانوت. مهود على الحانوت. مهود على الحانوت، ولكن الحمد لله شويه بعدا راه لا اله الا الله. ما عندوش على جوج هاك، هامية بعدا كاينة تيجي عندنا فرنك. والمهم السلعة هي موجودة الحمد لله، ورمضان هو على الأبواب، والله يسوق علينا بالكمال إن شاء الله وبالخير وبالرزق على حنا والمسلمين كافة أجمعين. إن رمضان مبارك إن شاء الله، والحمد لله السلعة راه شوية من المناسبة ديال رمضان عواشر هذه، الله يدخلوا علينا بالرزق إن شاء الله، وواحد العام يكون زين والمغرب يكون ناشط إن شاء الله، وغيكون الخير إن شاء الله. إن شاء الله عواشر مبروك أسيدي. لينا عليك عواشر مبروك. دابا هذيك كديرها باش الناس يسمعوا، راه كاين فول هنا. هذا الديكلاراسيون. سير ديكلاراسيون. Thank you.